اليوم ان شاء الله رح نبلش بالجزء الثاني من الـ اللي هو البي سي بي او لاي اوت، يعني شلون نحن نعمل فينيش، نخلص دار على الاخر لنعطيها للمحل ليطبع لنا اياها ونحصل على البورد اللي بدنا اياها. هلا اول شيء رح نحكي شويه ملاحظات عن الجلسه الماضيه، واذا حدا عنده اي سؤال عن الجلسه الماضيه بعدين رح نشرح شوي عن شو البورد وطبقات وكذا، وان شاء الله بعدين رح نبلش بالـ. هلا اول شيء هذا مشروع اخونا حازم اللي ساوى. هلا في شغله وقت نخلص اي مشروع اي مشروع بنساوي، خلينا نفوت اول شيء على الدي ار سي لنشوف شو نشوف شو في عندنا ورنينز. عملنا اول وحده نت، هي في عندك اوفرلاب سبيد نكبس عليها. عم يقول اوفرلابينج، شو يعني اوفرلاب؟ وقت انا بجيب سلك توصيل لازم وقت يوصلوا هيك، يعني راس السلك مع راس العنصر، تمام؟ وقت اللي انا بجيب السلك بحطه فوق العنصر فهو فعليا هيك مو موصول، او ممكن يكون موصول او عامل اوفرلاب، فهذا التوصيل غلط يا ممكن يكون مو موصول. هلا بنشوف نعمل موف، نحن ناخذ السلك من هي، شايفين؟ السلك مو موصول. فالحل هو انه نعمل نحذفه كله وبعدين نرجع من وصله وين كان هذا، تمام؟ بعدين نرجع من وصله تمام هيك. نتأكد بس انه وصل هيك. هلا بنرجع على الدي ار سي مرة ثانية. هي بيكون مشي حالها، لقيناها بنعملها ابروف. الثانية عم يقلنا هون هي باور سي انه باور كونكتد، نكبس عليها بنشوف وينها. هي ما في شيء، انه عم يقلنا بس انه انت متاكد بدك توصل البي سي سي هون، هون هدول مالهم فاليوز عادي هن السويتشات والهي. فهيك بيكون المشروع ان شاء الله تمام. هلا اليوم هي اول ملاحظه، ملاحظه ثانيه الجنكشن، وقت اللي بدنا نحط جنكشن ما بصير نحط جنكشن على رجل العنصر، يعني مثلا هلا اذا بفتح هذا المشروع مره ثانيه تمام. هلا شايفين هون قربها شوي، تمام؟ بينما لو انا حاطط مفرغ هون ما في داير جنكشن، انه بس اثنين، تمام؟ هو الجنكشن قبل ما نحط الوحده بوصل اكثر من ثلاث اضلاع، تمام؟ فهون طلع ما في داير جنكشن، بس وقت نحط وحده هي على رجل العنصر ما بصير، لازم تكون دائما على النقطه، يعني لازم نحط الجنكشن بعد شوي سلك التوصيل بعدين نحطها. ليش؟ على انه وقت اللي بحط الجنكشن اذا قمت العنصر انا راحت العقده كلها، تمام؟ اذا بدي اقيم العنصر بدله بعنصر ثاني راحت العقده هيك، فانا لازم احافظ على العقده، فانا هيك رجلين العنصر ما لازم يكون عليها اي عقده. تمام. هلا في البعض بسال انه على الاس ام دي، الاس ام دي هو عنصر ذو توضح سطحي، يعني بنحطه نحن على وش الدائره من فوق وبنلحمه على نفس الوش الفوقاني للدائره، بينما الديب او العنصر الغطس اللي هو بنحط على وش الدائره بنحط على الدائره من فوق بينلحم من تحت، بحيث انه بتكون دائره مثقبه وبينزل لتحت وبيصير الحام من تحت. هلا في ملاحظه كثير مهمه بالسكيماتيك بدي اقولها، مثل ما شفنا هون الجريد نقدر نحط منها الدوتس او لاينز ونحط اون. هلا في عندنا هون بس اذا نلاحظ في المقاسات في عندنا بالانش او بالمايل او هي الانش او مايل او مليمتر، تمام؟ هلا في ملاحظه بس، هلا عالميا واحنا وقت اللي بدنا بيمشي وايت بورد، هلا عالميا وقت بيكون عندنا اي دائرة متكاملة اي سي، لو فرضنا هي اي سي، هلا وقت اللي بيطلعوها بيعملوها الشركات في عندنا مقاس ستاندرد اللي هو بين هي الرجل وهي الرجل في مسافة هي
ليش كانت؟ اللي هي 2.54 ملم. وتساوي 0.1 انش وتساوي 100 مايل. تمام؟ فلو فرضنا انه في احنا عندنا جريد انه الشركه تبعنا، طيب هلا انا اذا بدي اظبط مثل هلا شفت المشكله اللي صارت معنا قبل شوي انه وقت بدي اوصل العنصر ما عم يجي على رجل وقت بدي اوصل السلك ما عم يجي على رجل العنصر نفسه. فانا هون بحاجه لساوي شغله دائما وقت اللي بدي اظبط الجريد او انه يعني هلا هون مثلا بدي يكون عندي حركه العنصر بدقه اكبر، فلازم اقسم بنسبه ثابته اللي هي على 2 اللي هي انه مثلا هي 100 ساويها 50. تمام؟ شفنا هيك هون صغروا النقط صرت بقدر حرك العنصر بدقه اكثر، يعني صار يتحرك بمسافه اقل، صارت المسافه اللي نعمله موف، صارت المسافه بين يعني كل خط وخط انه اللي بقدر حركها هيك الوحده هي 50 مايل او تساوي نص هي المسافه، نص 2.54. فهيك صار في عندنا نقطه هون ونقطه يعني هون هي الرجل، في نقطه هون ونقطه هون ونقطه هون، فما عندي مشكله توصيل العنصر. تمام؟ بينما لو انا ما نزلت يعني ما اثبت بنسبه ثابته، لو حطيت بدل 50 60 اللي حيصير عندنا هو هيك، رح يجي عندي نقطه هون ونقطه هون ونقطه هون. يعني وقت اللي انا بدي اوصل رح يجي على طرف، رح يجي السلك هون بين الرجلتين رح يلحم على طرف الرجل، هذا الشيء ما بيصير. فدائما لازم وقت بدي اقسم انا الجريد انه اصغر الشبكه تبعي لازم تكون بنسبه ثابته 100 على 2 50 على 2 25 على 2 12.5 على 2 6.25 على 2 3.125 على 2. تمام؟ هي لازم هي نحن بنخليها طبعا مايل، تقدر تقسم 2.54 بس اذا نقسم نحن 100 افضل انه بضل اسهل تقسيمه. تمام؟ هي ملاحظه كثير مهمه مشان التعامل معه. هلا ان شاء الله رح نبلش بالبي سي بي او لاي اوت. قبل ما بلش بس بدي اشرح شغله معلش لو سمحتوا. هلا البورد اللي عندنا مثل ما بنعرف في عندنا طبقه توب طبقه بوتوم. شو هي طبقه توب وطبقه بوتوم؟ التوب اللي هي الاسلاك تبعي اللي عم يعني المسارات اللي عم يمشي فيها التيار هي بتجي على الطبقه فوق، طبقه الداره من فوق. بوتوم معناتها الاسلاك التوصيل من تحت، ممكن يكون من فوق ومن تحت، ممكن يكون في عندي اسلاك عم تمر من فوق عم تمشي من فوق، ممكن يكون عندي اسلاك عم تمشي من تحت كمان. فممكن كمان حاليا وصلوا ل 24 طبقه، يعني هلا في عناصر بتنحط فوق عناصر بتنحط تحت، بالنص في طبقات. في عندنا هلا الايجر بيقدر يعمل لك 16 طبقه اذا بتذكر المره الماضيه وقت اللي حطينا على الطبقات هون. هلا بنرجيها كمان شوي على البي سي بي انه الايجر بيعمل لك 16 طبقه، هدول طبقات توصيل ما بنحط فيها عناصر بس هي طبقات توصيل، اما فوق تحت بنحط عناصر بمر هي. نحن عندنا بالوطن العربي انه بالشرق الاوسط بشكل عام ما حدا بيساوي غير طبقتين، يعني اذا بدك تساوي اكثر من طبقه لازم تطلع على دول شرق اسيا. هي كمان ملاحظه مهمه. هلا ان شاء الله نبلش بالبي سي بي. هلا اول شيء هي الداره اللي سويناها نحن المره الماضيه. تمام؟ هلا اذا بدنا ننتقل للبي سي بي في عندنا هون نقطه يعني هون فوق شيء على الجنب اسمه بورد، نكبسها بيفتح البورد. تمام؟ هلا هذا البورد جاهز. لحظه وقت اللي بنكبس بورد بيقول لك هذا البورد ما له سكيماتيك، هو بس سكيماتيك ما له بورد، بتحب تنشأ له اياه؟ قول له نعم. هيك موديل بي سي بي او البورد. هلا طبعا في عندنا هون هذا الكونتوار او الملف الخارجي، هون حدود الداره تبعنا، هي العناصر تبعنا اللي احنا حاطينها، والخطوط الصفراء اللي بيناتها هي انه مو موصله، احنا التوصيل اللي وصلناه بالسكيماتيك هو توصيل نظري فقط. تمام؟ هلا معلش هلا رح نشتغل حاليا، ما حدا حيشتغل بعدين، رح ناخذ وقت ان شاء الله نشتغل كلنا سوا. تمام؟ بس هلا حاليا بس انا رح اشتغل لحال لانه الموضوع مو طويل. البي سي بي كثير سهل بس في يعني مو الصعوبه فيه بالاحرى، يعني فيها نقول شوي الصعوبه فيه هي الفن بس مو اكثر. فهي القطع وهي الكونترول اللي بدي احطهم فيه.
التولز نفسهم اذا بنلاحظ تقريبا كلياتهم شو الانفورميشن اللي قلت كذا بيختلف كم وحده بس زياده رح نحكي عنه ان شاء الله هلا. هي عنا القطع، شلون بدنا نحط اول شيء القطع بقلب البورد؟ هلا معناتها الفن الاساسي بالبي سي بي او هي شلون نقدر نحط القطع بقلب الكونتور بقلب الداله بترتيب معين بحيث انه اخذ اقصر مسارات ما اضطر غير لطبقه واحده، اذا احتاج ناخذ طبقتين وتكون ابعاد داله صغيره، وبالاضافه لانه يكون المسارات تكون مرتبه. يعني هون بيجي الفن، هذا كل واحد له وما يتقطعوا طبعا بنفس الطبقه ما يتقطعوا. هلا احنا نحكي عنها بلحظه. هلا هذا لحاله كل واحد بيرجع لحاله، هلا انا مثلا بدي احط الاس بي هون، كل واحد بيرجع له هو شو بيحب يضبط يساوي الداره تبعه. هلا معناتها اذا بدنا نعمل اذا بدنا نحرك اي داره نعمل موف ناخذ العنصر اللي بدنا. هلا طبعا بزر الماوس اليمين مثل ما بنعرف نعمل له روتيت. كيف ممكن نحط القطع على الدارة؟ يعني أفضل طريقة برأيي إنه نحط القطع على الدارة هي إذا بنرجع على السكيماتيك هون، بنرجع على السكيماتيك بنشوف أنا من وين عم بلش الدارة تبعي، وين دخلي وخرجي، وين المداخل تبعي. لاحظ إن اليو إس بي هي اللي فيها اللي عم تعطي التغذية. أول شيء طبعاً هون ما في داعي، في بعض كانوا حاطين جنكسيوني إنه مشان قطبي التغذية، هون ما في عنا داعي لأنه اليو اس بي هي اللي عم تعمل لك تغذية، الكمبيوتر هو اللي عم يعمل تغذية 5 فولت، فأنا ما في داعي لقطبين لمأخذين حط فيهم أقطاب التغذية في سي سي والجي ام دي لأنه هون جايين عندي من اليو اس بي، فما في داعي لهم. بس بالدارات الثانية بنحتاجها إذا بدي أدمن تغذية خارجية، تمام؟ فهلا هون أنا وين عم بلش؟ باليو اس بي، فهذا بحطه أول شيء على جنب، بعدين شو العنصر الرئيسي عندي هون بالدارة؟ المايكرو كنترول، وقت اللي بيكون في عندي دارات كلها متحكمات مايكرو كنترولرز، يعني هو بيكون العنصر الرئيسي اللي بتلاحظين الاسلاك كلها طالع منه فايده. فبحط انا اول شيء وين بدايه العنصر تبعي، بعدين بحط العنصر الرئيسي بالداره عندي اللي هو المايكرو كنترولر. هلا هون نرجع على البورد ناخذ المايكرو كنترولر وبنحطه بالطريقه اللي بدي اياها. بضل عم بدور العنصر عم شوف لحتى شوف انه وين افضل شيء. هلا بنشوف مثلا هول رجلين طالع منهم اكثر من هون، مثلا لازم نقربهم من العناصر حسب هي كل واحد شو بيحب. طيب هلا انا رح احطه مبدئيا هيك، تمام. بعدين هلا ببلش باخذ العناصر منه، تمام. هلا هون في عندي اول مقاومه، بمسك المقاومه، وين هي المقاومه محطوطه؟ اي تمام. بس قبل ما لكم على المقاومه، بعد ما انقل كل عنصر في عنا هون زر تحت اذا بتشوفوه هذا مكتوب عليه راتنست، تمام. هذا الزر شو شغلته؟ كل ما حرك عنصر انا بكبس راتنست. ليش؟ هلا اذا ملاحظ مثلا بالسكيماتيك هون نرجع لشوي مثلا، تمام. هاي النقطة، هلا هاي النقطة هاي الجنكشن مو نفسها هي هون، تمام. هاي النقطة مو نفسها هي هون. الراتنس شغلته وقت اللي انا عم حرك كل عنصر هو فعليا بيحسب اقصر المسارات وبيظبط لي اياها، هو فعليا ما عم يفك التوصيل ويرجع يركب توصيل جديد، لا، اللي عم يساويه هو انه عم يحسب اقرب المسارات او اقصر المسارات بالنسبة للعقد، انه مثلا بفك العقدة هون بقربها لهون، فهو ما فك التوصيل، فك فقط عقدة وحسب اقصر المسار وعطانية. فهلا نحن اذا بنحط مثلا حطينا المايكرو كنترولر هون، هلا اذا كبست راتنست شايفين اختلف التوصيل شوي، هو حسب لي التوصيل الافضل. طيب هلا انا مثلا بدي اخذ المقاومه هي، وين شايف المقاومه؟ هي عند هي عند الرجل هون، فانا بقدر احطها هيك هيك انه بضل احركها لحتى الاقي الشيء الافضل. بقدر مثلا احطها هون، نرجع كريستالي مثلا بلاقيها وين محطوطه؟ هون في رجلتين هون ورجلتين عند زينب، فانا بضل عم حرك لحتى احصل على هي الافضل. اي برايي انه مثلا ممكن تنحط هون فرضا. طيب نرجع كمان هي السويتش تبعي مثلا، السويتش بنلاقي انه محطوط هو عند رجل المتحكم هون، وانا بقدر احطه قدامه. طيب هي طبعا بس بقدر رجع الجريد حتى لاينز اون ماي.
هلا انا حطيت الجريد هون او هي 25 ليش؟ انه اذا بدي احرك عنصر صار عندي اول شيء الحركه تبعه يعني افضل، وثاني شيء بالنسبه للتوصيل رح احكي عنه شو بتفيد هي بالتوصيل، انه كل ما صغرنا الجريد كل ما كان افضل، لانه عم يمر سلك التوصيل مثلا بين رجلتين افضل لي، بينما انه ما يكون في مكان يمر. طيب هي هون شوفي عندي كمان عناصر، هلا هي مثلا هون برجع بمسكها بدور وين ممكن تكون، شايفين؟ هلا انا عم دور حتى الاقي القرن الافضل. هون في عنا ثلاث رجلين والرجلين البقايا هون. طيب ماشي، حطها هيك انا برجع بعمل راتنس، اغير التوصيل على التوصيل الامثل او الافضل. طيب هذا السويتش مثلا، افضل ان نحط هيك مثلا، وهذا مشان يكون في تناظر هيك. طيب نرجع شوفي عن العناصر كمان، في هاي المقاومة ممكن نحطها هيك مثلا. هلا طبعا كله بيقدر يعني حنعدله كمان شوي، انه بضل عم بفتل، بضل عم بحسب يعني اقصر طرق، بضل عم بحسب افضل مسارات لحتى احصل على افضل طريقه توصيل. يعني فهلا هي مبدئيا نحن عم نجرب هون، ناخذ مثلا الترانزستور هون. هلا الزينر هاد ملاحظ انه موجود على التغذيه، فنحن بنحطه هون قريب منه مثلا. المقاومه هي مع هدول الرجلتين. طيب ناخذ الزينر الثاني، زينر ثاني بست. طيب هي مثلا هي هون، دول نرجع لتحت هيك. هلا انا حطيت هيك وصل، طبعا وصل مو اكيد مو نظامي هيك، بس انا هيك ارتقيت يعني مثلا مبدئيا. بصغر الكونتوار على قد ما بدي مشان احصل على انه شوفون منيح. طيب هلا بدي ارجع اعدل، مو عاجبني هيك مثلا. هون بقى نشوف افضل توصيل. نرجع لهون، هي مثلا شايفين ها، اذا نقرب عليه محطوط هو هيك. طيب هلا اذا لبته هيك ما بيكون افضل؟ تمام بحطه. المقاومات هدول مثلا، هلا هي رجلها ملاحظ ما في رجلتين عم تحكي رجل هون. طيب انا بحطها قدامك بقدر، الثالثة كمان، هي لا. طيب هي تمام، هي هون لو تكون قريبة من الترانزستور، هي ممكن تنحط هيك.
هدول اثنين عشان نستعين بالهي القديم. حطيت واحد منهم هون والثاني هلا انا هدول بعض بدي اقربهم كلهم، معقول انه امسكهم كل عنصر لحاله وارجع اقربه؟ لا، فانا بعمل هون سيلكت او جروب، باخذ الجروب اللي بدي اياه، بعمل هي موف جروب تمام، وبقربه قد ما بدي. طيب برجع بصغر هي مثل ما بدي الاطار، هلا بقى بدنا نبلش توصيل. لو فرضنا انه انا هذا الوصل هذا الترتيب اللي بدي اياه، فرضا شلون ممكن نبلش توصيل؟ اذا نلاحظ في عنا هون زر اسمه روت او راوت، تمام، هذا اللي بيعمل لي توصيل، ماشي. الواير اللي كنا نوصل فيه بالعاده بيعمل خط جديد، تمام، ما مستفيد منه هون غالبا، الاغلب اكثر شغلنا هو على الروت. فنحن بنمسك الروت، اذا ملاحظ بس هلا هون في عندنا الاوبشنز بدنا نظبطه شوي. هلا بنقدر نحن طبعا اذا بغير طبعا ب هون بقدر يا اما اخذه مستقيم دغري مثلا الخط، او بقدر اخذه منكسر مائل فورا منحني، انا بظبطه. الميتر مش هلا زاويه الحياء انا اللي بدي اياها كيف ممكن بالنسبة للميتر بقدر احددها، او بقدر انه اخذ زاوية الانحناء هلا كمان شوي بنقولها. عرض الخط هذا الشيء كثير مهم. هلا بالنسبة للدارات، الدارة اللي حنساويها نحن هلا رح نعطيها لمحل طباعة الدارات رح يطبعها. بينما اذا بدي ساوي دارة يدوي، الطريقة اللي شرح عنها مازن اذا بتذكروا الاسبوع الماضي، انه اذا بدي ساوي على الجي بورد بحط انه فيلمي عليها، وبعدين بحط محلول حمضي بيقيم النحاس كله، بيخليه بس مسارات النحاس تبعي. طيب هاي المسارات لازم تكون عريضة. فإذا شلون يعني إذا بتذكروا الطريقة اللي قلكم إياها، قلكم نحط مثل شغلة أو فيلمة، يعني هي مثل اللي عم تحدد لي المسارات تبعي، بعدين بحط الحمض لياكل النحاس اللي ما بدي إياه. هاي الفيلمة ممكن تتساوى على الإيجل، تمام؟ هاي الطريقة إذا بدي أساويها أنا لازم عرض الخط ما يكون 16، هذا طبعا 16 مايك، تمام؟ اقل شيء لهذيك الطريقه، لانه هذيك الطريقه بدي اساويها يدوي، بدي ثقب يدوي، يعني بدي اجيب دريل بايدي ثقب السكوب اعمله يدوي. وبالنسبه للتخضير طبعا ما حيكون فيه، يعني حيكون كل شيء يدوي، فالخطوط لازم تكون عريضه. اما هون فانا عم بشتغل عند يعني عم بعطيها لمحل على مكنات او على الات تشتغل، ف 16 مايل بيكون كويس نسبيا. اما اذا بدي اشتغل بالهي فلازم اعرض الخط مثلا احطه 32 او 30، تمام. هلا بدنا نبلش توصيل مثلا. هلا يفضل انه خط الفي سي سي والجي ان دي اخر شيء نوصله. يعني بشوف انا هون بعمل شو في سي سي، لحظه شوي. طيب هذا نلاحظ اول خط، تمام، ثاني لحظه شوي مش ما مكتوب. اعملوا انتر. هلا قلت له ارجيني خط البي سي سي، اذا بتلاحظوا غمق اللي هو هذا. هلا هذا انا خليني اوصله لاخر شيء، دائما يفضل انه اخر شيء نوصل البي سي سي والجي ان دي. بحط جي ان دي يعمل لي شو، ارجعني هو الخط الثاني. فرح بلش انا اوصل العناصر مثل ما بدي، بعمل باخذ الروت بقرب. يعني مثلا هلا بنشوف اول شيء شو ممكن نوصل بداية. هلا هون مثلا بنلاقي هذا السويتش هيك، بنكبس عليه ضغطه، شايفين بيطلع معنا الخط. هلا هذا الخط بقدر اوصله انا شوي، شلون يعني كل ما عم روح على القرنة عم يعطيني اقرب مسار له. هلا اذا رحت لهون مع الرجل الثاني، تمام، اذا رحت لهون مع رجل المتحكم، فانا بضل عم باخذ هي مثل ما بدي. هلا هون بقدر اخليه مستقيم مع الهي افضل. وقت اللي بعمل بيوصل بيعطيني صوت انه لاتاكد انه وصل، بمسك هذا مثلا هون
هي مثلا هون، هي هون، هي وين هي؟ هون. طبعا بس ملاحظة، لو وقت اللي عم وصل بقدر وصل زاوية قائمة فورا، مثل ما بتذكروا المرة الماضية قلنا ما بصير يكون في عندي خط بهي الزاوية، لأنه بصير في عندنا ساعات طفيلية واعتقال تيار، فلازم يكون حصرة يا اما هيك لف يا اما هيك زاوية 45 كمل. فأنا بقدر يا اما آخذ شكل خط هيك فورا، يا اما بقدر آخذ قائم وبعدين بقدر أروح على ملتر بكبس عليها وبساوي لها 45 او لف مثل ما بدك. شو في عندنا كمان مثلا هون يمكن وصلوا شايفين هون مثلا زاوية قائمة، ناخذ الملتر اذا بدنا فورا نعمل هيك، بحدد الزاوية اللي بدي اياها مثلا بكبس عليها او بقدر اربه وبعده. تمام، طيب هذا هو البي سي بي تقريبا. فين بس عرفت كيف وصل، بيجي عندنا بقى شغلات تانية. طيب هلا رح وصل انا هون، نكمل اذا بتحبوا لحظه شوي ناخذ نرجع ناخذ الروت. طيب هلا انا في خط ما عجبني هاد هون، لحظه لا في غلط هيك هلا ملاحظه، اذا لاحظنا هون مرق بقلب العنصر انه هيك، شو معناتها هيك؟ هلا العناصر وين بتنحط؟ على الطبقة توب، الوصل وين؟ على الطبقة بوتوم، تمام؟ فهذا السلك تحت وهذا العنصر من فوق، فما في مشكلة. وبدنا نحن ناخذ ملاحظة كمان انه وقت اللي بدي احط العناصر بطبقها انا ما لازم يجي عنصر فوق عنصر، طيب اذا حطيت انا عنصر فوق عنصر مثلا بيجي بدي اجي على الحمام جاي يعني فوق، هذا شلون بدي نحكي؟ تمام؟ في اي سؤال لهون؟ لا اكيد. طيب هاد انا بقدر وصله لهون فورا فرضا. طيب هلا انا هاد بقدر وصله هيك، اكبر لكم اياها شوي، بصير انا اوصل هذا هيك مثل هدول طبقة بطن، وقت اللي عم يمشي هاد ويمشي هاد هيك، هاد مسار غير هاد المسار، تمام؟ مساري هاد غير هاد المسار، فاتوا ببعض يعني كأني أنا صار قصر عندي، تمام؟ لقوا مسارين بعض مو لبعض هنا. فهذا إذا نرجع هون على الديزاين رول شيك بيعمل لي هيك هون، إذا بتلاحظوا اوفرلاب في مشكلة عندي. نرجع نحن نعمل هيك. طيب
هاد ممكن وصله هون مثلا، هاد ما بيصير وصله هون. شو الطريقه الثانيه مثلا ناخذها؟ هلا بنشوف. تمام. هلا الملاحظه اللي بدي لكم، اللي قلت لكم عليها مشان ال انه ليش حطيت الجريد هون عندي 25، اذا بتلاحظوا هون عم حرك بقدر احطها على هذا العنصر هون او قدامه او قدامه، هيك كل ما عم صغر الجريد عم بقدر اخذ مساحه اكبر بين رجلي. بينما لو حاطط الجريد مثلا انا 100، شو يعني 100؟ 100 يعني 2.54 ملم، يعني المسافه بين هون وهون. لو حاطط الجريد 100 رح نحطه ونشوف. انا حصرا شايفين شو صار عندي؟ ما عم يجي على نفس العنصر، عم يجي على جنب، ما ما عم بقدر احطها على نفس العنصر انا الرجل. او اذا مشي حاله مثلا في عندي مشكله، حيصير مو مشكله انه توصيلي انه حيكون حصرا بين هي وهي، ما بقدر برأس لك بالنص. فهمتوا علي كيف؟ رجع 25. انا هذا مثلا وين بده يوصل؟ هون. فرضا بالنهايه هي هي الطريقه. هلا بتاخذ وقت طبعا، هي لحظه شوي. خليني احذف ال، هلا هو الكل فهم كيف طريقه التوصيل؟ هلا انا هاي الداله وصلتها بالبيت سويتها، وطريقه تاثير العناصر هي رح رح تشتغلوها هلا ونقعد مع بعض ونشوف. بس هلا ملاحظه على هي، هلا انا هذا من هي رجل مرق على هي رجل، على الرجل هون تبع المبرمج محل ما بتقعد المبرمجه. اذا بدي مرقها بدق، شو الحل انه يمشي؟ يا اما بدي مشيها من برا وكمان بدق من هون بدق. طيب شو الحل؟ ما في حل، الحلني على الطبقة الثانية. شلون بساويها انا؟ بكون عم وصل مثلا، هي رح نعمل انروت هون. لا لحظة شوي. طيب فك توصيل هاد وهاد وهاد. طيب شو الحل؟ الحل هون انه وانا عم وصل بالروت، بوصل من هي النقطة هيك لهون. هلا اذا بوصل هون دغري بدق فيه، فشو الحل؟ يا عم بعمل هون على البوتوم، بطلع على التوب، بوصل على النقطة هون، بعدين برجع على البوتوم، بوصل من هون لهون. فعليا هون انا شو صار معي؟ كان ماشي مسار، صادف مسار، طلع لفوق. هلا لفوق شو يعني؟ يعني تحت المتحكم صار. هلا هون معقول وقت اللي انا راح اخذه للزلمه واقول له اطلع لي اياها، راح يمرق لي سلك نحاس هون خصوصي؟ لا، يعني هو لحاله يعني ما حيساوي. هي بتبقى فاضيه. انا وقت اللي عم بلحم قبل ما احط المقاومه، قبل ما احط المتحكم، بجيب رجل المقاوم، بجيب سلك سيناري، بوصله بين هون وهون. صار تحت، صار تحت المتحكم، يعني مخفي صار. هربت من المشكله، ما سوى طبق ثاني، هلا انا فعليا بعت طبق واحد، هون بقدر انا احط بس رجل مقاوم او اي سلك عندي، وصلت بين هي بشكل تمام. واضح الكل مش عند سلك واحد يعني. تمام؟ هو انه مو محرز تطبع طبقة. ايه تمام، يعني مو محرز تطبع طبقة ثانية خصوصي وهو كله سلك واحد. هلا يعني انا بقدر اساوي انه الدائرة كلها هي ساوي طبقتين، طبقتين بشكل نظامي، يعني الاردوينو مثل ما بنعرف طبقتين، انه دبل فيس الدائرة، في اسلاك، في مسارات من تحت، مسارات من فوق. هون ما في داعي انه يطبع لي طبقه توب كامله او يمشي المكنه على طبقه توب خصوصي مشان هذا انا اسويه بايدي. تمام؟ يعني وقت اللي ناخذه نحن الخطط عنده بنبهوا عليها، او لحاله هو يعني المفروض ينتبه للموضوع بيعرف هيك شغله. تمام؟ هلا كلياتنا رح نشتغل هذا ان شاء الله. نعمل لكم بس فيديو سكرين. نبلش؟ ناخذه زاوية 45، لف يعني
عم يجي صعب على صعب شوي مو بالاحرى صعب انه مو محبذ يعني متعارف عليه باغلب الدارات هيك نادرا ما تجي لك فنحن خلينا ناخذ دائما 45 معلش لا بس ملاحظه صغيره هون اذا بدي اعمل هلا انه الافضل هذا خليه هيك ولا اسحبه خليه دغري هاد خليه هيك ولا هيك كل ما قصر المسار كل ما بيكون افضل فبينما مشي هيك بينما مشي فورا خط مستقيم دائما خلينا نبحث عن اصل المسارات الموصله تمام فهذا انا برجع ما كان بسوي افضل شيء انه يكون فورا هيك جبت الريب اب ملاحظ مثل ملاحظه صغيره معي اذا بتحبوا اذا تريدوا اذا كبست الريب اب في مثل اشاره ضوئيه طلعت عندي فوق اذا ملاحظتوها هي تمام رح ارجع اشوفه لاحظين هي طلعت طيب اذا مسكتها عملت لها جو عملي كل شيء توصيل للمعدل تمام احنا نعمل له تراجع هلا بس ملاحظه هلا اذا بتلاحظوا في عندنا اسماء العناصر القيمه وكذا عم تلبكنا صح فنحن بدنا نقدر نقيمها هون بس اذا بتريدوا بس تنتبهوا عليه شلون بدنا نشرح شوي على الطبقات هاي هي طبقات ال بي سي بي كلها اول طبقه هي طبقه توب شو هي طبقه توب طبقه توب هي المسارات على وش الدار من فوق طبقه بوتوم هلا توب انا في عندي شيء على التوب في عندي بس هاد فلازم اخليها هلا اذا امته اذا لاحظتوا اللي بين هون وهون راح يعني المسارات اللي كان ماشي بالتوب راحت نرجع بوتوم امته راح كل شيء المسارات عندي اللي واصله انا تحت طيب البادز شو هي البادز هي هي اذا قيمه شوف هاي الخضر رجلين عناصر هاي اسمها البادي هاي بادي تمام بس هاي هون بنسميها فيا مو بادي فيا هي الثقب خلينا نقول اللي بيوصل فوق مع تحت هذا بنسميه فيا تمام هو اللي بيوصل فوق مع تحت رجلين عناصر هي البادات فانا بقدر اقيم البادات واحطها من الطبقات هاي الفياز امتى الفيا اذا لاحظتوا هون راحت طيب الان روتد شو هو هذا الان روتد اذا بتذكروا اذا بتلاحظوا من شوي وقت ما كانوا مصين عناصر نرجع على معلش هون شوي هاي الدارة المخبصة هذا اسمه الخط الانروتد هذا هلا هو فعليا هذا توصيل سكيماتيك تمام يعني توصيل نظري انا بدي هون هذا يجي مع هي النقطه تمام بينما هو فعلا على الداره مو موصل طبعا توصيلي بيجي بالراوت فانا اذا قمت الانروت قمت هي الطبقه املي اياها اللي كان نرجع دايمنشن هو الكونتور الخارجي الاطار الخارجي تبع الدارة اذا بتلاحظوا راح يطلع الدارة شوفي كمان هلا تي بليس والبي بليس تي توب
والبي بوتوم. وقت نقول تي بليس معناتها توب بليس، يعني هي العناصر المتوضعة على الطبقة توب. تمام؟ لحظة بنرجع. هي تي بليس أنا بدي ما بدي إياها تي بليس، بدي إيما راح كل شيء عناصر. يعني متحكم راح شفنا هي العنصر كحد ذاته ضل بس البعدات تبعه، ضل البعدات بس تبعه. تمام؟ طيب. فانا بدي تي بليس. طيب بي بليس هون احنا بحاجه الى، في عندنا عناصر محطوطه تحت؟ لا، انا ما بحاجه الى بقيمة. تي اوريجين، شو هي تي اوريجين؟ التي اوريجين هي المقابض لتحريك الهيئة. هلا اذا امنا الاوريجين لاحظين بنحط موف، ما عم بقدر احرك اي عنصر. تمام؟ عم حاول احرك اي عنصر ما بقدر، لانه انا قمت يعني قمت الكورسر تبعاته. اذا بتلاحظوا هلا مثلا هي المقاومه ما عاد في الا اي كورسر اقدر احركها. فطالما قمت التي اوريجين معناتها انا او بالاحرى الاوريجين اذا قمته فانا ما بقدر احرك اي عنصر. البي اوريجين هي المقابض تبع العناصر المحطوطه بالطبقه بوتوم، انا بحاجه الى هون. تفاعلوا يا جماعه. انا بحاجه الى هون البي اوريجين. تي نيمز هي الاسماء للعناصر الموجوده فوق، انا ما بدي اياها، انا عم تلبكني كانت بالوصل. يعني بعد ما صف العناصر وبعد ما اعرف شلون صف العناصر اللي بدي اياها بقدر اقيم النيم والفاليو. فقمت التي نيم انا، البي نيم فيه؟ لا ما عندي بي نيم، انا ما عندي عناصر موجوده تحت لحتى احطها. تي فاليو في بي والبي فاليو روح لي قيم. صفت بس عندي الفاز المقابل الكورسرات نفسه العنصر نفسه وطبقة التوصيل من الأنراوت والطبقة الأنراوت. مبلا شوفي كمان هلا البقايا هون كلياتهم ما حاليا ما بنحتاجه، يعني حتى لو قمناهم أو حطيناهم ما يعني ما بنلاحظ أي فرق. تمام؟ طيب نرجع لدارتنا هون. فأنا هون عم تلبكنا اللي هي نفوت على هون. أنا البي نيم تي نيم تي فاليو البي فاليو بي اوريجين بي بليس في از بدي اياها. تمام هيك احسن، هيك اوضح. توقع هلا بس ملاحظة صغيرة إذا بتريدوا. هلا هدول الخطوط أنا إذا طالعين فوق بعض ما بيهمني، هدول الخطوط مو موصلين. يعني وقت اللي حطيت العناصر طلعوا هدول الخطوط بعض ما فوق هدول عادي، يعني هدول هن فعليا ما لهم موصلين انراوتد. تمام؟ فيطلعوا هيك عادي. وقت اللي بدك توصل أنت ممكن توصل بعدين تلف حوالينه لهذا الخط لحتى توصل، أو مثلا تطلع على طبقة ثانية أو إذا احتجت توصل فيه نفسه. تمام؟ ولا هون ما يعني ما بيهمني حتى لو طلعوا الخطوط فوق بعض، يعني ما بمثلوا شيء. هلا بس ملاحظة صغيرة، هلا أنا إذا ساويت البورد ماشي بدي أعدل بالسكيماتيك تبعي، هلا أنا في مثلا الكريستالي مو هي بدي إياها، بدي أعدلها. بصغر تصغير البورد، تمام؟ إذا عملت له إكس إنه طلعت منه بيعمل لي سيف. تمام نرجع على السكيماتيك تبعه. شايفين حط لي هيك اشاره الصفحه فوق. هي شو معناتها هاي الاشاره الصفر؟ معناتها انت عندك السكيماتيك تبعك غير متوافق مع البورد. طالما انا انشات بورد، انشات بي سي بي وسكرته ورجعت بعد ما انشاته، فكل شيء عم بشتغله هلا انا هون. إذا بدي أعدل أي تعديل على السكيماتيك ما حيتعدل على البورد، يعني لأن إذا بدي أضيف قطعتين ثلاثة ما حينضاف منيح على البورد. هي ملاحظة كثير هامة. وقت اللي بدك تشتغل أي شيء بالسكيماتيك يا إما تكون البورد أنت كله مساوي مثل ما هلا شفنا أول شيء بلشنا إنه قلنا بدك تساوي بورد جديد، يا إما تكون مساوي بس نصغره لا تسكره كله. تمام؟ يعني فرضا هلا بهي بدنا نعمل ريبليس نحن. يعني أنا لحظة شوي هلا انا طيب ماشي اشتغلت شغل هون ساويت اللي بدي اياه مثلا ضفت عنصر
هلا هون فرضا بهاي ضفت عنصر تمام. اول شيء سكرت هذا يس سكرته ضفت عنصر طيب ماشي انا فرضا بدي اضيف هذا تمام وطلعت سكرت سيف تمام سكر هذا سكر الثاني كله تمام. هلا اذا بفتح البورد تبعي شايفين شو اعطاني ملاحظه عامل لي بورد سكيماتيك ار نت كونسيستنت يعني ما لهم منطبقين سوا تمام. انا بعد ما سكرت البورد تبعي ضفت عنصر على سكيماتيك فمعناتها انا البورد والسكيماتيك تبعي ما لهم منطبقين في عندي شيء زياده او نقصان تمام. فهي ملاحظه كثير مهمه بدنا نشتغل على البورد ما نسكر تسكير نظره تصغير مشان اي تعديل على سكيماتيك انه يصير تمام. طيب نعمل له اوكي صغره حط هاد نفس الملاحظة عم يعطيني اياها نحن بنقيم هذا ايه اذا خليهم اثنين مفتوحين اي تعديل يعني مثلا هلا انا بهذا هاي البورد تبعي انا بدي اغير الكريستاله هي ما بدي اياها فانا شو بعمل مثل ما بنعرف شو اذا بدي اغير اي عنصر هون شو بعمل من المره الماضيه بحسب بحط بداله او الطريقه الاسهل هي نعمل ريفول اند ريبليس فانا في عندي هون هي ريبليس فرضا بدي اخذ كريستاله هلا بدي احط هاي بدال هديك باخذها وبضغط على هي تبعي تمام برجع على البورد ما تغيرت لحظة مشكلة هي نفسها عندي شيء ناقص انا هون تمام ليك مكتبه الكريستال كلها انا هون في وحده هاي انا بدي بدل بهي فانا باخذها بحطها هون برجع على البورد بلاقيها المفروض اعمل لها ابديت لا مو لايبرري شو عم يغير لانه ما لهم متوافقين سوا مو نحن غيرنا ما لهم متوافقين سوا بس انه هيك مبدا بعمل ريبليس انا فبيبدل لحاله البورد تمام ايوه او مثل ما قلت يصير قبل شوي انه نحذف العنصر نرجع نحط محله هلا معلش خلينا نترك شوي توصيل نشرح البقايا بعدين كمان عشان نلحق هيك وصلت دار انا وصلت هون طيب هلا اذا بتتذكروا في عنا اداه المره الماضيه حكينا اسمها بوليجن المره الماضيه عنا
اول شيء شو شغلتها؟ وقت اللي بيكون انا عندي اي بورد فيها توصيلاتي مثل ما بدي اياها، تمام؟ مثل هيك. هلا انا هي اذا بخليها هيك عاد دار صحيحه، بس حيصير في عندي ضجيج كثير. شو الحل لاني خفف الضجيج؟ اني هي المساحات الفاضيه هيك 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 كلها تمصها بارضي، يعني ساويها كل هذا كله هيك ارضي، هي كلها تطلع ارضيه موصوله مع كل شيء ارضي. يعني وين الارضي تبعي بالدار؟ انا مثلا هذا خط الارضي هيك ماشي، هذا كله بيوصل مع البوليجن مع الارضي. شلون بنساوي البوليجن؟ بسم الله. ايه هلا هون اذا ملاحظ ليك هي القطعه تبعها نفتحها نكبس عليه بالاحرى. شو الخطوات؟ هلا اول شيء وين بدك تساوي البوليجن انت، بالتوب او البوتوم؟ بس ملاحظه صغيره، نحن بنقدر نساوي كولجن طبعا للتوب كولجن للبوتوم. دائما وقت بدنا نساوي بنساويهم كلهم جي ان دي. البعض بيقول انه انا بساوي البوليجن تبع البوتوم جي ان دي جراوند، والبوليجن تبع التوب خليه في سي سي مثلا. هذا الشيء ما بصير، غلط شاسع هذا، لانه انا هيك صار في شيء عندي مكثفه، يعني في سي سي وجي ان دي مساحه كبيره صار عندي مكثفه مستويه لعند يعني راح الدارة، تمام؟ فالافضل انه اساوي دائما توب جي ان دي والبوتوم جي ان دي اذا عندي توب وبوتوم. هلا هون بس عندي بوتوم، فاميلي وين بدك تساوي جي ان دي بوتوم؟ اشكال جي ان دي هون ملاحظه بس ناخذ هون. طيب في عندنا شكل هيك هي اعدادات الكولجين عندنا عشان اول شيء هيك هذا اسمه سوليد هذا اسمه هاتش. البوليجين اللي بدي اياه انا شلون بدي اياه يكون شكله؟ بدي اياه يكون في الدائره كلها ولا يعمل لي شبكه؟ شبكه انه يساوي خطوط خطوط، تمام؟ هي هذا اول خيار رح نجربه ونشوفه، رح نحكي عن كل اعداد ونشوفه. هلا انا بدي اساوي بوليجين مثلا هاد بعمل بوليجين بختار الاعداد اللي بدي اياه بحدد له الخط جي ان دي اخده بلش برسم تمام وبعمل له راتنست تمام. هذا هو هاد سوليد اي سوليد يعني انه الدارة كلها. اذا بدي اعمله هاتش انا بقدر يا اما بدي احذف البوليجن نفسه انه برجع بكبس هون مثلا عفوا مو هون بعمل ان راوت وبكبس هون بعدين برجع بالديليت بحذف هاد هيك. يا اما في عندك طريقه ثانيه هي ما كانت موجوده بالنسخ القديمه بس حاليا هلا موجوده اللي هي انه بجيب الانفورميشن بكبس عليه نفسه بيطلع لي الاعداد تبعه. طيب هلا انا هي سوليد بدي احطها هاتشت اوكي بعملها راتنس هيك صارت حصل فرق بين ما انه يكون طمس كله بين ما انه يكون هيك. هلا هو بالنهايه اختلاف شكل هذا مو اكثر بس الافضل دائما انه طبعا يكون طمس كله. نرجع نكبس هون اعدادات نرجعه سوليد اوكي. طيب هلا انا برجع بعمل انروت هون بحذفه. طيب بدي اخذ بوليجن اعمل بوليجن هي ساوينا السوليد. الخيار الثاني الخيار الثاني هو بالنسبه للباس. هلا انا عندي هي الباليت وقت اللي بدي ساوي بوليجن بدي البعد يطمس بدي البوليجن او الخط الارضي تبعي يطمس البعد لمس هيك اللي هو هذا الخيار او انه يساوي لي اياها هي الباد طالع منها هيك اربع خطوط وبعدين هي كلها حواليها. هي بالنهايه خيار انه برجع لكم دائما بساوي هيك هيك رح نشوفه نحن طبعا. هي اول واحد انه يساوي هيك اوكي بعدين بعمل له جي ان دي باخذ الخط
لحظة شوي زبطيك. إذا لاحظنا هاي طالع منها خط 2-3 هيدا أنا هاي بنسى كلها خلص. هلا هاي اللي طالعة هون هي خيار ثاني. طيب أنا إذا بدي أساويها مثل ما كان هيك إنه مثل الأول، فأنا باخذ الإنفورميشن هاي. شفنا كيف انطمست بعد تنص، تمام صارت كلها متنصة. الخيار الثالث عنا هو هاي. هلا الخيار الثالث هو انه البوليجن اللي بدي اللي انا اخذه بدي اياه يغطي الدارة كلها بس محل ما هو واصل الارضي، ولا يغطي كل شيء مساحات فاضيه بالدارة الارضي. هلا اذا بنلاحظ دارة هون عنا هاي المنطقه هون شايفينها. هلا هاي المنطقه فاضيه، هاي المنطقه هون فاضيه. ليش؟ لانه ما في خط ارضي واصل لهون بهالمنطقه. فانا شو الحل؟ يعني مثلا ممكن اني اغطيها ساويها هي نفسها. فانا بعمل بالانفورميشن تبعه باخذ، لا مو هاد، بعمل اول وحده اورفانز. اوكي شايفين نشوف هلا هنا. اذا ملاحظ جاي هيك ماشي لهون لهون واصله مع اي نقطه على الاقل. يعني شوفوا لي موصولين مع شو نقطة؟ لا، بينما هدول موصولين مع خطوط الأرضي. هي مو موصولة، يعني هي بس هيك محطة مشان يعبي كولاجين بالدارة كلها. هلا هي هذا الخيار يعني غير جيد. ليش؟ لأنه بيعمل عندنا مشاكل بالإشارات. يعني صار عندنا نقطة سطحها كثير كبير ومو موصولة مع أي شيء. فهذا الشيء الخيار واحد. بالنسبة لهي الخيار تبع هون كمان بفضل هذا اكثر، لانه هذا بيعمل ضعف بالبادات. يعني ممكن تكون البادات ضعيفه بتصير تنهار. فبنفضل هذا. وطبعا سوري دائما بنخليه صلد افضل كمان. هلا بس ملاحظه بين هذا وهذا بالنسبه للحام، نحن بنبينه هلا وقت اذا كان الفرق اذا كانت دارة مخضره او غير مخضره. اذا دارة مخضره بنفضلها. شو يعني مخضره؟ مخضره يعني انه مثل الاردوينو مثلا اذا بنشوفها مزرقه يعني طبقات النحاس تبعي، يعني اللي في محل ما في جرام ومحل جي ان دي ومحل ما في مسارات تبعي، وين ما كان محطوط في طبقه زرقاء اللي هي مثلا دهان او واقف شويه. هلا مازن رح يحكي لنا شويه. فانا وقت الحام وقت اللي بدي الحم بهي الطريقه بنخضر جيده. ليش؟ لانه ما يعني وقت اللي عم بلحم الباده تبعك ملحوسه، فالطريق محل ما بدك تلحم موجود منيح. بينما اذا ما كانت دارة مخضرة هي مو مفضلة. ليش؟ لانه ممكن تروح الحام. هلا هون طبعا صار عندنا النحاس حوالين الباب بشكل كبير. يعني لو فرضنا هون بهي هون لو كانت هي الدارة مو مخضرة فهذا هون صار كله نحاس، تمام؟ وقت اللي بدي الحم ممكن يترش النحاس، يترش الحام، تمام؟ فاذا كانت دارة مو مخضرة يفضل هي، اذا كانت مخضرة يفضل هي. وبالنهاية مشان ضعف البادات طبعا الأولانية أفضل. هلا في عنا شغلة اسمها الايزوليت، هون بدي أعطي عليها ملاحظة. الايزوليت هي قديش بدك يكون الفراغ بين الوير تبعك وبين البوليجن تبعك. هلا إذا حطيناه نحن هون رجعنا هيك، الايزوليت مثلا محطوط 16 أنا بدي إياه 50. أوكي لاحظين؟ هلا في مناطق ما قدر يفوت عليها. ليش؟ مثلا اول شيء صار المسافه بين هون وهون 50 مايل طبعا. تمام. هلا هون ليش ما وين هي؟ لقين بس اول شيء الخيار الثاني. طيب هون ما له داعي. ليش ما قرب اكثر؟ لانه انا محطوط اقل مسافه بدي اياها هي 50. طيب هلا انا اذا اخذت الموف وصغرت الكونتوار
خليته هيك تمام لحظه شوي ورجعت عملت له راتنست مره ثانيه لا صار في مشكله هون هيك طيب هاي المنطقه ليش ما عملت هيك لان المسافه بين الموتور تبعي وبين اقرب خط هي اقل من 50 ما بيقرب عليها تمام معناتها هي اعدادات البوليجين بس في اخر شغله فيها اذا بنحط بوليجين اخر وحده هي السبيسينج السبيسينج هي بهذا الخيار اذا كنت حاطط انا هون اذا بدي ادارك الا حتى المناطق اللي ما فيها ارضي معلش حط لي فيها بوليجين السبيسينج نختارها حتى نعرف انه قديش بدك المساحه تبع لتكون اللهم صل على لتكون عندك هاي المناطق اللي ما اللي مو واصله مع اي نقطه قديش بدك تكون مساحتها انه موجوده هذا كل شيء تقريبا بالهي هون رجع نعمل نو طلعنا طلعنا رجع نفوت هلا شلون بدي اعمل هلا احنا شرحنا على اعدادات البوليجن شلون بدي اعمل البوليجن نفسه بكبس البوليجن بظبط اعداداته مثل ما بدي اياها هيك هيك تمام الايزوليت بدي اياه مثلا 16 او 24 خلي مثلا والسبيسنج هون بقرب عليها عرض الخط تمام حلو هلا باخذ بقى قبل ما اوصل اعمل اي شيء ساويت كبس جي ان دي وظبطت اعداداته هون بالشريط بكتب بس الخط اللي بدك اياه انت شو اللي شو هو الخط اللي بدك تساويه بوليجين هلا هو الجي ان دي بي سي سي كذا فهون بكتبه للخط اللي بدي اياه بكتب جي ان دي اخذه تمام هلا هون بقى من كم نعمل مساحه الداره اللي بدك اياها تعمل لها بوليجن نطلع هيك باول خط ننزل هلا هون نلاحظ ما بيصير وصل هون لازم يكون راس النقطه على راس النقطه هيك اخذت البوليجن تمام بيك بس رات نست هذا الزر الفعال تبعنا في هون نقطة هيك تمام لحظة أنا بعمل هاي البوليجن تبعي طيب هلا انا بدي اعمل بوليجن بس من الصداره ما بدي اياها كلها فانا شو بساوي؟ اول شيء اذا بدي فك البوليجن ما هلا اذا بدي ركبه بكبس رات نست اذا بدي فكه بعمل ان راوت وبكبس برا محل ما كنت حاطط الخط الاساسي بيرجع محل ما كان هلا برجع بكبس رات نست برجع بعبيه تمام طيب هلا انا بدي فكه او بدي صغر بعمل موف باخذ خط البوليجن تبعي نفسه وبقربه انا بدي اعمل بس لهون بعمل له رات نست اعمل لي بوليجن بس لهي المساحه هيك فعليا بنكون خلصنا البي سي بي هذا هو كل البي سي بي في ملاحظات صغيره يعني انه مثلا بيتسال حدا انه عندنا نحن اوتو راوتر يعني انه بقدر خلي انا بصفر له العنصر هو يوصله لحاله قال ايه بتقدر بنظبط له اعداده هلا رح نخلي رح نقول لكم كيف بس هو مو عملي كثير مو عملي بحيث انه يعني بالنهاية آلة اللي عم تشتغل مو انت مو تنسيق الدارة اللي بدك اياها يعني توصيله حيكون صح ما حيكون في خطوط قدام بعض بس حيكون مسار طويل يعني لافف الدارة كله ما بطلع حيكون في خطوط زكزاك ما بطلع عم تقدر تضبطها فاذا واحد مستعجل مثلا بده يساوي دارة فرع
بيقدر يساوي اوتر راوتر بعدين اوتر راوتر بعدين بيقدر يعدل. هلا رح نشوف كيف نقدر نعمل نحن نرجع لهون. طيب هلا نحذف هذا نعمل روت للكل. طيب فكنا توصيل كل شيء. في هون زر قدام الرات نست اذا بنحط اذا بنلاحظ مكتوب عليه اوتو روتر نكبس عليه اعطاني اعدادات ظبط الاعدادات اللي بدي اياها انا بعدين بنكمل. اول وحده معطيني طبقات مثل ما قلت لكم قبل شوي انه الايجل معطيني 16 طبقه توب وبوتوم 15 اللي هن بينات يعني قديش عرض الداره مع انه كثير رفيعه بس هون في ممكن يعني حاليا وصلوا لاكثر من 24 طبقه بس هذا بحاجه لكادر هندسي كامل يشتغل عليه لانه يعني متخيلين انه كيف داره سمكه يا دوب كم ميلي فيها 24 طبقه يعني ممكن يصير قصر ممكن يصير 100 شغله فنحن عندنا من فوق ما في غير توب وبوتوم. هلا نحن في عندنا توب الداره في عندنا خط واحد بس فنحن بحاجه لتوب. او اذا ما بدي انا خط هلا هون نحن كان عندنا خط طيب اذا ما بدي انا فعل طبقه بحط لها ان على ان على ايه اول شيء هي شو معناتها جنرال الجنرال انه بدك اولويه التوصيل بدك تكون اولويه التوصيل افقي اولويه التوصيل عمودي شاقولي يعني ما 45 درجه يمين ما 45 درجه يسار نجمه انه وصل كيف ما بدك وان على ايه انه هي الطبقه لا توصل لي عليها شيء ما بدي اياها نحن توب ما بدنا بدي بس انا بصل على البوتوم وخلي مثلا مائل هلا الفيا شيب هلا هو ما عندي فيا انا عندي ما ما التوب فانا ما عندي فيا لو بدي فيا الفيا لها ثلاث اشكال طبعا اذا بدي اساوي فيا يا اما تكون جرام يا اما تكون 8 يا اما تكون مربع طبعا كلها تعميل الفيا شيب هو بده اياها يا اما راوند يا 8 يا مربع هلا هو ما عندي فيا فراح اتركها الروتينج جريد قديش بدك الجريد تبع الروت نحن خلينا مثلا 25 طيب شلون؟ عندنا فكينا كل شيء توصيل يعني احنا هلا ما صار لنا غير طبقنا العناصر على الدارة هو لا انا يعني هلا انا اذا انت التوب او حطيت التوب اذا حطيت التوب فانا عندي فيا اذا انت التوب صار عندي توصيل على طبقة واحدة بس فما في داعي للفيا تمام؟ وصل بس على البوتوم الجريد حماسة 25 هنشوف الثانيات هلا بصز عنا هون لأولوية نش إذا عندك بسات شلون بدك خطوط البس تمشي بالأولوية؟ هلا إذا نذكر بسكيماتك كان بس عندنا يجي هيك يمشي تمام؟ هلا هاد بس بالسكيماتك باللاي أوت أو بالبي سي بي وقت اللي بتجي عندك مثلا معالجات بدك توصلهم ما بيطلع مثل هيك إنه والله خط وماشيين بيطلعوا هن مثل ما هن عن جد أسلاك إنه مثلا هون كم في عندنا 15 خط هون بيطلعوا بتشوف عندي 15 خط مع بعض بس الفرق انه لو كنت مالك مساويهم انت سوا مالك مساويهم بس اول شيء رح تلبك بالدائره النظريه، ثاني ما حيمشيهم سوا رح يمشيهم هيك، بينما هون بيعطي اولويه انه البسات بخليهم يمشوا مع بعض. يعني كل شيء خطوط بقلب الباص رح يمشيهم هو بالبي سي بي مع بعض، يعني انت حتشوف 15 خط حتشوف 15 مسار 15 سلك توصيل بس حيمشيهم مع بعض لانه هدول بس انه لهم اولويه انه يمشوا مع بعض يطلعوا مع بعض ويوصلوا مع بعض كلهم سوا. هلا الراوت والاوبتمايز هلا هدول هي خيارات يعني فينا نقول بروفيشنال زياده انه حتى وقت اللي بتجي بالهيلب انه هدول بيقول لك لا تلعب فيهم لا تقرب عليهم الا اذا كنت محترف منيح لانه اي تعديل فيهم ممكن يعمل لك مشكله بالبرنامج تمام فهدول ما راح هلا هن بس المشكله يعني مو مشكله يعني اذا مشت عليهم شوي هنا الكوست مثلا يعني انا قديش التكلفه الماديه للفيا مثلا عندي إذا التكلفة عندي مثلا مادية الفيا غالية، فأنا بقدر خفف من الفيا وكثر من شيء ثاني، تمام؟ فهي هي بالنهاية إنه شلون بدك لاير كوست، إنه مثلا قديش اللي كلفتك الطبقة توب والطبقة بوتوم، تمام؟ إذا أنا عندي طبقة توب غالية ما بدي كثير توب، أنا دارتي طبقتين، يعني معناتها بحاول مرق لي كل الخطوط أو أغلب الخطوط بالبوتوم، ومرق لي شوي صغير بالتوب بس مشان ما تطلع علي تكلفة عالية. تمام فهمنا هاي الفكرة؟ فهدول ما رح نقرب عليهم رح نعمله جنرال اوكي عم يشتغل
وصلوا. شايفين ما اشتروا؟ إذا بنقرب مثلا شوفوا هون. مشاركم هي دارة مو شكل. فإذا أنا مستعجل مثلا بقدر بعمل موف بحركه بساوي مثل ما بدي مثلا من هون هي من هون هي تمام يعني بزبطهم خط خط إذا بدي بقى بس هون فعليا إذا منشوف نحنا نفحص ERC ERC check خطأ كهربائي فعليا ما عندي ولا خطأ كهربائي بس هذا كان بيقدر يرفع ليش نطوله إذا نلاحظ تمام هذا ليش هيك نسوي بيقدر يمشي هيك وهيك فورا أفضل يعني بشكل ما صار عملي يعني إنه هيك بس توصيل وممكن أنت تستأنس فيه استئناس يعني إنه مثلاً حطيت قطع عملت أوتوروتر شفت شلون ممكن زي ما عجبني ممكن غير ترتيب القطع رجع عملت أوتوروتر بعدين وصلت إليه بس استئناس حتى أعرف إنه شلون افضل طريقه لحط القطع افضل طريقه للتوصيل هلا ملاحظه ثانيه دي ار سي نرجع من هون كمان نسيف نرجع على البي سي بي نلغي هاد تمام هلا دي ار سي هو الديزاين رول تشيك يعني فحص اذا كان في مشاكل بالنظام عندي تمام نظام دار نفتحه هي مكتوب على دي ار سي نفتح هلا هاد مو معقد بس انه شلون يعني شلون شغل يعني في له انت بدك تعطيه الاحداث مو معنى الاحداثيات تعطيه الخيارات اللي بدك اياها شلون الابعاد اللي بدك اياها بالدار شلون يعني شو المواصفات اللي بدك اياها وهو بيظبط لك وبيشوف لك الاخطاء على حسب المواصفات اللي انت طالبها طيب نروح دغري على ثالث وحده ملاحظ هيدا هي الواجهه عم يقول لك شو بتحب واير واير هون مكتوب واير بعد هي واير بعد هي شو بتحب يكون البعد بين واير وواير بين سلك وسلك شو بتحب يكون البعد 8 مايل 16 مايل 30 مايل انت بتختار بس هلا هون نحن عم نساويها على محل مثل ما قلت لكم نحن عم نرجع نساويها على محل حشطه نحن عم نساويها على محل ف 8 مايل تكون منيحه ماشي طيب اذا بدي اساويها يدوي مثل ما قلنا ف 32 مايل لازم تكون على الاقل لانه وانا عم ساويها يدوي الطريقه اللي شرحها ما زي المره الماضيه ممكن يصير في عندي قصر اذا كان سلك كثير صغير بعدين محل الدريل اذا بدي هي بالباديه رح تختلف انه بتروح النحاسه كلها اذا بحفر يدوي تمام فهلا نحن هون شو حنساويها عند محل فبكفي 8 مايل طيب بين واير وباد بنشوف هي باد هي طبعا هي الباد لرجل دي وهي باد لرجل عنصر اس ام دي وهي باد عنصر دي قديش بدك يكون البعد بين الباده وين الواير تبعك كمان 8 مايل كمان اذا يدوي 32 مايل 30 مايل تقريبا هيك شيء طيب بين باد وفيا هلا احنا ما عندنا نحن عندنا فيا وحده بالدار اذا بالدار اللي مساوي هلا قديش بدك البعد بين فيا وبين الواير طيب بين باد وباد قديش بدك البعد بين هي الباد وهي الباد طبعا هي الاس ام دي هي الاس بين باد وفيا هي فيا وهي باد بين فيا وفيا بين سنتين فيها قديش بدك يكون بعد بيناتهم طيب هون ديستانس نشوف على الديستانس هلا عم يقول لك كبر او دايمنشن الكبر او دايمنشن هو البعد بين الكونتور دقيق تمام عن النحاس قديش بدك يكون بعد عرض يعني بعد بين اطار الداره وبين النحاس تبعه 40 مايل اقل 8 مايل 16 مايل 10 مايل انت بتختار الدريل هول قديش بدك يكون البعد بين حفره هول بين حفره قديش بدك يكون البعد بين حفره دريل حفره دريل مو بين هي وهي بين حفره دريل حفره دريل 8 مايل مثلا اكثر اقل بنشوف
السايز تمام. السايز قديش بدك يكون اعرض خط بالدارة؟ تمام، او عفوا اقل خط بالدارة، مينيموم وايدز، يعني وايدز يعني اقل ارفع سلك توصيل بالدارة تبعك قديش لازم يكون؟ ماكسيموم 24، نحن حاطين 16 طبعا. اذا نحن بنحط خط توصيل تمام حاطين 16، اذا بنحطه مثلا 30 بيعمل لك كل سلك توصيل تبعك ارفع. يعني نشوف معلم اجيكم اياها قديش بدنا يكون الفيا من او مايكرو الفيا العرض تبعه. تمام، هلا هدول كلهم مالهم داعي. فهلا نحن بس نظبط هاي هدول كلهم بعمل تشيك. شفت هلا هون عم يقول لي في عندك مشاكل. اول مشكله هون نكبر عليها نشوف. عم يقول لي عندك الدريل سايز هون 20. انت الدريل سايز اللي مساويه بالدي ار سي بالديزاين رول تشيك اكثر من 20، في عندك تناقض هون. ابروف اعمل له ابروف. الدريل سايز كمان الثانيه بدي اياها الثانيه. طيب مظبط هلا شغله بس تمام. ايه هلا بالنسبه للسايز قديش هلا نحن عندنا مينيموم، نحن حاطينه 15 ماكسيموم 16 14. اعملوا تشيك مينيموم دريل هي وين هي؟ تمام. هلا نحن عندنا الدريل هون قال لي في مشكلة فيها، بنعمل تشيك هيك. هلا هيك ما عندي ولا مشكلة، زبط قصة الدريل. قلت له ساوي 14، فزع هيك بيكون خلص كل شيء إن شاء الله. في بس شغلة صغيرة بس، المقاومة مثل هي مثلا. هلا هي المقاومة قديش المقاومات هي بتسوق عنا قديش سمك الهيد وايد؟ اذا بنجيب بياكل يصير بالقيمة بنقيسها بتطلع 0.8 تمام؟ طيب هلا انا هي البادي مثلا هي الحفرة هو 0.8 اللي اخذها ديفولت البرنامج. طيب عرض البادي قديش بدي اياها؟ ممكن اعدل عرض، ممكن اعدل عرض البادي من البرنامج. كيف ممكن اعدلها؟ بطلع هون بكتب بكتب اوبن بيفتح لي المكاتب تبعي تمام. قبل ما يعمل اوبن باخذ الانفورميشن بكبس على المقاومه بنسخ الباكج تبعه كنترول سي. هلا بحفظ اي مكتبه هي بالار سي ال بكتب هون اوبن تمام. بدور على الار سي ال الار سي ال تمام. بيفتح لي مكتبة الـ RCL. هلا بيفتح هون في عندك زر اسمه باكج بنسخ فيه الباكج تبعي الباكج تبع العنصر. فتح لي المقاومة. هي المقاومة بقلب المكتبة تبع تبع البرنامج تمام. طيب هلا البادي انا مو عاجبتني هيك بدي اعرضه، فانا فوت على اذا تذكروا المرة الماضية بالاوبشن هي مثل مفتاح الرش وغيرها ما حنقلب عليها لانه ما لنا علاقة فيها. هون اجى شغلنا نكبسها نعمل دايميتر. دايميتر تبع الدايميتر هو هو عرض البادي تمام. هلا انا مثلا عرض البادي بدي اياه 32 بكبس عليها زبط لي اياه تمام. طيب انا هيك كثير كثير صغير صار، فانا بزبطه مثلا هيك بكبس عليها صار اكبر تمام. بعمل له سيف وبرجع. هلا هون ما حاعمل له سيف بس انا تمام. بعمل سيف سكره بروح هون على اللايبرري بعمل يا ابديت. في عندنا ابديت وابديت اول. ابديت اول بروح بفحص لك كل شيء مكاتب عندك وكل شيء تعديلات سويت على المكاتب وعلى العناصر اللي بالمكاتب وبيظبط لك اياها على الدارة. يا اما بتكبس ابديت انه بتحدد اي المكتبه بدك اياها بتحط له اوبن بيظبط لك اللهم صل على النبي
بيظبط لك العنصر العناصر تبع المكتبه اللي انت حددتها. هيك احنا بنكون ان شاء الله خلصنا الفي سي في هيك جاهز. وبالنسبه للملف هذا يعني مو بعرف